ساعتي واقفة. يلا عليك العافية. شكرا. بس الدواء اللي بوصف لك اياه بدك تستعمليه، مو مثل العادة. ان شاء الله. ما راح كتر لك ادوية، راح اكتب لك نوع واحد. هذا بتاخذي حبة الصباح وحبة الظهر وحبة المساء. إذا ما استفدتي بتعمليهم حبتين الصباح وحبتين الظهر وحبتين المساء. إذا ما تنعنشتي بتعمليهم ثلاث حبات الصباح، ثلاث حبات الظهر، ثلاث حبات المساء. وإذا لقيتي حالك متوكي بتاخذي علبة الصباح، علبة الظهر، علبة المساء. وإذا لا بكفي خلص تستعملي دواء حبة الصباح وحبة الظهر وحبة المساء. وراجعيني أكيد. عليك العافية. مع السلامة. مع السلامة. أبو صالح. نعم دكتور. لك احلى ممرضه انت. عندنا حدا برا؟ لا خلص ما بقى في حدا. معناتها ضبطي بالغرفه خلينا نمشي. حاضر. يلا. اخ يا راسي. اخ ممكن مين حضرتك؟ انا وحيد. اهلين فريد الاطرش. حبايبنا من زمان. تفضل كيفك؟ اهلين مشتاق. شلونك انت؟ منيح ماشي الحال. شو اخبار الاخراج والفن معك؟ مستورة الحمد لله. بس على فكرة آخر مسلسل إلك تعبان منه بقى. آه تفرجت عليه؟ بفكر عقلاتي لا لا أتفرج، بس مرتي من كبر عقلها ما بتفوت حلقة. الله يشفيها. تعرف مين مرشح كنت لدور البطولة؟ عجزت. أنت؟ أنا؟ شو نسيت إنك كنت ممثل فاشل أيام الجامعة؟ إيه صورة. صحيح؟ ليش ما عم تبدو بالبيت؟ ما حدا عم برد على التليفون؟ لا تذكرني، تليفوني صار له 10 أيام معطل، وحاطط شكوى من أول يوم. وتيتي تيتي تي. ايه يا سيدي اذا بيتصلح بشهرين بيكون الله داعي لك. شو الحكي هذا؟ عم بقرا بالجريده انه واحد تليفونه معطل، له 8 شهور مقدم الطلب وتحرم عليه لهلا ما سمع من التليفون. 8 شهور؟ بس انا دكتور ومعرض اني انطلب اسعاف. يا مرحبا اسعاف، مين منور عليك وعلى اسعافاتك؟ هالاسعاف اخ يا وحيد. اخ لو كنت مسؤول بهالبلد كنت ما بخلي خط يتعطل اكثر من 24 ساعه شو ما كلفني الامر، لك حتى لو كلفني اني ركب خط جديد. خط جديد؟ لك يا رجل شو عم تحكي؟ عم تحلم؟ لك في ناس لهم 20 سنه مقدمين على تليفون ولهلا ما سمعوا لا طن ولا طين. لا طن ولا طين، معك حق. اصلا هذا التسيب واللامبالاه راح يقضوا علينا. راح يقضوا علينا؟ لك قول قضوا علينا وخلصوا. أخ لو الأمر إلي بس أخ. ألو أهلين أستاذ مازن. أهلين وسهلين. لا شو مسافرين بس تليفون معطل. يا سيدي قدمنا شكوى خليها لربك. خير. إيه طيب شي نص ساعة بكون عندك. مع السلامة. مين أستاذ مازن؟ الوزير ما غيره؟ إيه نعم يا سيدي صاحبنا الوزير. شو بده منك؟ ما بعرف بده يشوفني بس حاسس هالمرة عاوزني بأمر كتير ضروري. زمان يا أستاذ مازن. إيه والله زمان. أهلين وسهلين بالأستاذ أحمد. يا ميت أهلين دايما إن شاء الله. إن شاء الله ألف صحة. إيه سيدي الكريم هاي شربنا القهوة مثل ما بدك. ممكن تقلي شو بتريد مني؟ الحقيقة أنا طالب منك خدمة. إذا بقدر عليها بخدمك بعيوني. مثل ما بتعرف وزارتي بيتبع لها كثير من الشركات والمؤسسات، واكبر واهم شركه عندي تعبتني كثير ما بعرف لاقي لها مدير عام يعرف يمشيها، ففكرت فيك وكل امل انك ما تخجلني. انا؟ ايه انت، وما راح الاقي احسن منك لهالمنصب. بس انا طبيب ومو خارج هيك منصب. ليش مستغرب؟ في كثير اطباء ابدعوا بمجالات غير مجالات الطب، وبعدين انا واثق فيك انك راح تكون مدير عام ناجح. استاذ مازن ارجوك تعفيني من المهمه. واذا قلت لك اني بحاجه الك وبترجاك تساعدني؟ انا عندي استعداد ساعدك بالشغله اللي بقدر عليها، بس هالطلب اللي عم تطلبه مني صعب علي كثير. لا انت ما بتضل تقلي في شيء من الغلط باوضاع البلد ولازم يتصلح. شرب شرب ستيف. ستيف شرب. هاي الفرصة اجت لعندك صلح بنفسك. بس لحالي ما بكفي. انت صلح بمكانك وغيرك بيصلح بمكانه، واذا تضافرت الجهود كل شيء بيتحسن بيتصلح.
تعطيني مهله افكر. انا راح اعطيك يومين مو مشان تفكر لانه الامر انتهى. راح اعطيك اياهم مشان تصفي اعمالك وترتب امورك. طيب عن اذنك بس ما تخبي عنك استاذ مازن انت فاجئتني. مع السلامه. حكيت مدير الهاتف؟ مو على اساس صاحبك؟ لا حكيته ولا رح حكي. انا شغل الواسطات ما بحبه. حطينا شكوى بكره بيصلحوه لحالي. لا اتصلح. شو بك احمد؟ شايفتك مو على بعضك. بشو عم تفكر؟ إذا بحكي لك بشو عم فكر ما رح تصدقيني. هات لشوف، احكي لي. بعدين. لا هلا، شغلت لي بالي، احكي. طيب إذا حكيت لك بتوعديني ما شيء بيصير لحدا؟ خلص بوعدك. أكيد؟ أكيد احكي. وعد. وعد. صديقي الوزير مازن مرشحني لمنصب مدير عام اهم واكبر شركه بهالبلد. مدير عام؟ عم تحكي جد؟ الف مبروك يا احمد، والله المنصب بالبلد. مدير عام؟ مدير عام؟ بكره بصير انا زوجة المدير العام. ايه لا تفرحي كثير، انا لسه ما وافقت. منصب مدير عام يا دكتور، مدير عام يعني مثل الوزير. حلم حلم بيحلم فيك الانسان. وعم تقول ما وافقت؟ بكره من بكير بتروح وبتقول له موافق، ولا اقول لك امسك السماعه وقول له موافق من هلا قبل ما يرشح حدا غيرك. امسك هلا قيمي هالتليفون من ايدك واسمعي نظريه وشي بالاول، وجهه نظري بالاول. هات لشوف شو اللي مو عاجبك بهالمنصب. يا خانم هذا المنصب بالنسبة إلي عبء ومسؤولية، مو سلطة وفانتازية مثل ما حضرتك عم تفكري. وأنت قد وقدود. لك إيه بس. لا بس ولا مس ولا بقلي ولا خس. حاجتك دلال أبو طارق، خلينا نتبحبح لنا شوي ونعيش لنا كم سنة نتهنى فيهم. نتهنى؟ نتبحبح لنا؟ أخ لك يا عيني إذا أنا صرت مدير عام بدنا نشحت. إيه هلا العيادة عم تستلمنا 20 30 ألف ليرة بالشهر ويا دوب عم يكفوكي أنت وولادي. لك شلون بكره بدنا نعيش على 10000؟ بس؟ لا بس ولا مس ولا بقلة ولا خس. شو مفكرة معاش المدير العام؟ مليون؟ في مدير عام عايش على معاشه. شو قصدك؟ بقصد يعني في غير المعاش الإضافي والحوافز وتعويض اللجان وإذونات السفر ومهمات داخلية وخارجية وإلخ إلخ. شو بنا أبو طارق؟ بعرفك ذكي. أميرة شو عم تقولي؟ لك أنت بتعرفي أنا قرش واحد حرام ما بفوت على جيبي. ومين اللي قال لك رح تقبض حرام؟ لك كان شو قصدك فيها هي إلخ إلخ؟ طيب بلاهم هدول. المعاش على الإضافي على الحوافز على التعويضات على المهمات على المكافآت بكفوا. ايه نامي نامي هلا، خليني افكر لبكره. لسه بدك تفكر؟ خلص قول موافق. بس شوفي
هالحكي اللي صار بيناتنا ما ضروري حدا يدرى فيه، مفهوم؟ يا شو شايفني؟ شكراً كثير. الله معك. الحمد لله اللي تصلح. إجا بوقته. شلونك؟ الحمد لله. اسمعي، بدي خبرك خبرية. خير، شو هالخبرية؟ أحمد بده يصير مدير عام لشركة كبيرة كتير. عم تحكي جد؟ طبعاً جد. إن شاء الله ألف مبروك، والله يا أبو طارق بيستاهل. الله يبارك فيكي يا أختي، بس ما بدي وصيكي لا تجيبي سيرة لحدا، لأنه ما صار شيء لحد هلأ رسمي، وأحمد نبه علي إني ما أقول لحدا، بس أنتي مو حدا. طمني أختي، أنا ما سمعت شي. إن شاء الله عقبالي تمام ومنيجي منبارك لكم. بس والله فرحتيني. الله يفرحك بحسام يا رب. حسام وبس؟ قولي حسام ومها. إن شاء الله. خلينا نشوفكم أختي. المسا منيجي منزوركم. مع السلامة. أهلا وسهلا فيكم. مع السلامة. الله معك. مين كان على التليفون؟ اختي أميرة. الله يبعث لي مصاري قد ما بتحكي مع اختك أميرة. يا انت طالبتي يا هي طالبتك. وشو بدها من على بكرة الصباح؟ ما راح اقول لك. شو بدها يكون بدها يعني؟ يا بدها تسألك على شيء طبخة يا اما على شيء شغلة بعدتي. لا هالمرة بشارة. خير يا طير. شغلة بتهمك وبتهم حسام وبتهمنا كلياتنا. ماما؟ شو قالت لك خالتي؟ جوز خالتك وعمك ابو خطيبتك بده يصير مدير عام اكبر شركه بهالبلد، ان شاء الله الف مبروك. مدير عام؟ يا هيك حظ يا بلا، ونقشت معك يا ابو طارق. كيفك انت؟ قدرتي؟ احمد بده يصير مدير عام لشركه كبيره كثير. طبعا عم احكي جد. الله يبارك فيكي، بس ما بدي وصيكي لا تجيبي سيره لحدا، لانه لحد هلا ما في شيء رسمي، واحمد نبه علي اني ما اقول لحدا، بس انت مو حدا. الله يبارك فيكي، خلينا نشوفكم. يا اهلين، الله معك، مع السلامه. الو، صباح الخير مدام ميهان. بدي خبرك خبر تازه هلا لسه عرفته. الله يبارك فيكي، بس ما بدي اوصيكي
تجيب السيرة لحدا، لأنه لحد هلأ ما في شي رسمي، وأحمد نبه علي إني ما أقول لحدا، بس أنتي مو حدا. ألو مرحبا، كيفك صبوحة؟ اسمعي، في إلك عندي خبر اليوم. شو عم تقولي؟ ومين خبرك؟ أختي أميرة؟ إمتى؟ أحمد شو كان بده منك سيد الوزير؟ إذا بقول لك ما بتصدق، تصور بده يسلمني منصب مدير عام أكبر مديرية بوزارته. شو قلت له؟ لسه ما أعطيته الجواب. أوف، ليش هذا العرض؟ إله غير جواب واحد؟ خايف يا وحيد، خايف أفشل بهالمهمة. لك إمبارح لسه كنت عم تقول لي يا ريتني مسؤول، أخ لو كنت مسؤول كنت عملت العمايل، شو نسيت؟ معك حق، بتعرف رغم الخسارة المالية اللي بدي أتكبدها إذا تركت العيادة واستلمت الوظيفة، في دافع جواتي عم يدفعني إني أقبل هالمنصب، لك بلكي بقدر صلح شيء من هالخربطة اللي حوالينا. يلا أحمد لكان اتصل، اتصل بالأستاذ مازن وقول له إنه موافق على طول، يلا قبل ما تغير رأيك. هيك قلتها؟ إيه. طيب. يلا. ماما. يا ماما. أهلين طارق. أما سمعت لك خبر اليوم بالجامعة حقه مليون ليرة. خير، شو سمعت؟ بابا اللي هو بابا رح يصير مدير عام. ومين اللي قال لك؟ البلد كله مقبولة بالخبر. إن شاء الله. بيصير مدير عام؟ وانا شو بيعرفني؟ هلا اخوك كان عم يخبرني. اي بس حسام قال لي انه انت حكيتي خالتي ونقلتي لها الخبر. يا صباح عرفاني وعم تخبي علينا. الإشاعة مضبوطة، بس ابوكم لسه ما وافق. ما وافق؟ انا موافق، وانا مقدر تضحيتك. شكرا كثير يا احمد. ما في داعي تتشكرني استاذ مازن، البلد بلدنا وواجب نضحي مشانه. شوف احمد، انت هي اول مره بتتسلم فيها منصب حكومي، والمنصب الحكومي في مشاكل كثير، ولحل هالمشاكل بيتطلب سياسه خاصه. انا ما بدي اياك تكون قاسي كثير مشان ما يكسروك، وما بدي اياك تكون لين كثير مشان ما يعصروك. مفهوم استاذ. بجوز بالاول تلاقي بعض الصعوبات الكثيره، وإذا ما قدرت تتجاوزها لوحدك، أنا موجود. بتيجي لعندي بأي وقت. شو بابا؟ نقول مبروك. على شو؟ على المديرية العامة. ما قلت لك ما تخبري حدا؟ وحياتك ما قلت لهم شيء، هن سمعوا الخبر من برا. يا اصبح القصه مضبوطه، الف مبروك بابا، الف مبروك، اعطيني ايدك لبوسه. مبروك بابا. الف الف مبروك. شوفوا يا اولاد، ما بدي اوصيكم، من هلا ورايح رح تكونوا محط انظار الجميع. لذلك بدي اياكم تكونوا مثال للاخلاق الحميده والمعامله الطيبه مع الناس. بدي ارفع راسي فيكم مثل ما رح ترفعوا راسكم، مثل ما رح ترفعوا راسكم بابوكم. كل خطوه بتخطوها رح تكون محسوبه علي قبل ما تكون محسوبه عليكم. اقعدكم كل رح يبرد الاكل. تعجبني
بدك بيندك كوكو من الصبحية. لك أهلا وسهلا. لك هلا أستاذ. يا صباح الفل. يسعدو. وين صاحبنا؟ طلعت لجوا شوي مثل حوايده. لك أنا بعيد عيونك، أنا أملك الحلوة. ما تكرم شواربك. يا رب. إيه أخي فرحان. إيه حبيب قلبي. سمعت آخر خبرية؟ خير، شو في؟ جايبين لنا مدير عام جديد دكتور. دكتور بالهندسة؟ لا، دكتور بالطب. عن جد؟ طبعاً عن جد. مين خبرك؟ هذا خبرته من ديوان الوزارة. بكرة أحلى شيء يا أستاذ فرحان، منروح لعند المدير العام ومنقول له دكتور المديرية حيلها مقطوع ومالها نجعة تتحرك، بتطلع فينا هيك وبيقول إيه بسيطة يا ابني، اعطوها إبرة فيتامينات. تعرف يا ريت يكون هذا الدكتور جراح، جاني صبي على بال عندك، يعني بكي بيطهر لي اياه. يعني سمعتوا باخر الكتاب. هاتي نشوف. قال بدهم يعفونا من الدوام، بدنا نصير نداوم في بيوتنا. شو هالحكي هاد؟ معقول؟ المدير الجديد بده يفت الطابع كلياته. ليه؟ بس الطابع؟ بده يلبى مستشفى اولادي. لك خلي الطابع مستور. لك ضفري معه مزبوط. شيلي ضفري. لك هاتي لقلي. ما لقونا غير دكتور يجيبونا اياه، كنا متأملين بشي مدير ينفض المديرية نفض. شو ما كان بضل أحسن من المدير السابق. خرب المديرية قبل ما يمشي، الله لا يسامحه. معك حق، أسوأ من هالوضع ما راح يصير. شو بيعرف؟ بجوز الدكتور يطلع جدع ويصلح كل شيء. بيقول لي أبو معتز إنه الدكاترة أذكياء. الله يسمع منك يا أبو شريف، وقع المعاملة وقع. مدققة مضبوط؟ خالصة. ما بدي مشاكل يا ابو معتز؟ أعوذ بالله يا أخي. شو؟ ما بدنا نسمع علينا كلمة ها؟ ولا يهمك. يالله. قلت لي دكتور؟ إيه سيدي، مهندس، محامي، دكتور، كل مين بيتجوز أمي بيصير عمي، ما فارق معي. المهم عم نقبض راتبنا آخر كل شهر، وفخار يكسر بعضه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك أبو زاهي؟ أهلين أهلين أبو رعد. عجبك؟ يا خسارة هالمدير يروح، كنا مكيفين على دوره، يلي بدنا إياه بصير، وما في شيء ما يصير. وكمان على دور اللي جاي، يلي بدنا إياه بده يصير، مثله مثل غيره، وبيضل الأستاذ ممدوح أطول واحد بالمديرية، وهو الكل بالكل. هو دبرنا هالفاتورة معرفتك. شو ها؟ المبلغ مقلي، من أنو بنك بدي أصرفه؟ سمعنا أستاذ سعيد، شو هي أول مرة؟ على راسي أمرك، تكرم مثل ما بدك. إيه سيدي، شو صار بالموضوع اللي وعدتني فيه؟ مالي نسيانك، مالي نسيانك، بس استنى شوي لحتى يتركني المدير الجديد، شغلة بتاخذ شوية وقت. صحيح، صحيح مثل ما عم نسمع، المدير الجديد دكتور وجراح كمان. ها؟ إذا بدك تعمل الزايدة المرارة، إذا أجاك ولد وحبيت إنك تطهره منخليه راعيك. لا الله يرضى عليك، لا تنساه. حاضر حاضر. يلي فرحني انه الشركه اللي استلمها جوز اختي مشاريعها كبيره ومناقصاتها محرزه. ايه هالشيء من صالحنا. طبعا من صالحنا، بكره شوفي ما بخلي مناقصه تفلت من ايدي. بس لازم نكون نحن اول المهنئين. طبعا اليوم المسا لازم نروح نسهر عنده. اسمعوا اسمعوا هاي شوفي. هن اثنين، في واحد اثنين بس واحد مدير عام وواحد مدير غرق. شو سمعها؟ يا اهلا وسهلا. بالمهي. تفضلوا اشربوا الشاي. يلا. لا تتصور يا احمد قديش فرحنا لك بهالنصيب. شكرا كثير يا ابو حسام يا غالي. ان شاء الله عقبال الاعلى.
والله انك بتستاهل يا ابو طارق. وشلون عزماتك على المديريه؟ بدها هز كتاف هيها؟ مو ضحكه ولعبه؟ ما بخبي عنك انا مرعوب شوي يا ابو حسام. على كل اذا احتجت اي استشاره او معونه بخصوص التعهدات والمناقصات انا جاهز بخدمك بعيوني. هو المثل بيقول ايد واحده ما بتسفي، وانا ما بخبي عنك يا ابو حسام معاهد نفسي حط ايدي بكل ايد شريفه بهالبلد يا غالي. ايوه. يعني ضربيها الكرافي، ما بتعرفي اني ما بحب الكرافات. ورجيني نشوف. ايه ها؟ هلا صارت هيك تاك هيئة مدير عام. لك المدير مو بالهيئة والمظهر. بعرف، بس المظهر له دور كبير. من بكره رح نشتري لك أربع خمس طقومة كمان مشان تبدل برياحتك. لازم تعبي مركزك منيح. انتوا النسوان هيك طول عمركم ما بتهتموا الا بالمظاهر. امتى بتهبط لي العادي؟ وقف لشوف ورجيني. ايمي اذا نزعتها يسلموا. لا تنزعها مرة ثانية خليها هيك. يسلموا. يلا بدك شيء؟ سلام. ادعي لي. الله معك، الله يوفقك يا رب. لك اخي اتركها. امرك سيدي. أميح ميدان الفشتكي. ايه فشتكي. ايه أميرة محمد درب الدباس. دباس. كمان ميرفت محمد فايز الأنقر. يعطيك العافية يا ابني. الشهير بالبست. البست. نجدات محمد أحمد. أهلا أهلا أستاذ أهلا. شرفتوا. أهلا أستاذ. أهلا صباح الخير. أهلا. شرف. هذا هو مكتبي؟ أي نعم سيدي. أهلا وسهلا. نورت المكتب سيدي. شباك على الشارع كمان ما شاء الله. أي نعم. عفوا سيدي. أنا طلال رئيس مكتبك. أهلا وسهلا. وأنا سكرتيرتك أمل. أهلين وسهلين. أهلا وسهلا. سيدي إذا بدكم يعني تطلبوني على هالزرهد. وعلى الزرهد بد أنا. شو ما شاء الله كلكم على الزرار هون يا زلعين. عفوا سيدي أي زر بتريد عفوا يعني أي شيء بتريده بدق لي على هالزرهد. يا لعيني.
تفضل لمكتبك. حاضر سيدي. وانت كمان لمكتبك. الو الو اهلا سياده الوزير. يا اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. الله يقدرنا يا استاذ مازن. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شكرا. مكتوب مبين من عنوانه. لكن يا عمي كل يوم فستان جديد شكل وكل يوم هلا شكل. بنت مدير عام بيطلع لك. وتحمل يا عقل حسام اذا فيك تتحمل. تتحمل شو؟ نظرات الشباب وحسدهم الي بالكليه. شوفي كيف عم بحلقوا فيكي كله. هي رح ياكلوكي اكل بعيونهم. مع انه دائما انا بجيب فساتين حلوه بس ما كانوا يطلعوا فيي. هي مو سبب الفساتين، السبب انك صرتي بنت مدير عام. يعني اذا صرت بنت مدير عام بصير بنت ثانيه؟ ان شاء الله ما بتصيري وحده ثانيه على القليله معي. طمن انا طول عمري رح ضل محل اللي بتعرفها وبتحبها. شو ماجد ليش ما عم تحاكينا؟ ليش بدي حاكيك؟ شايفك بالاسم ما شاء الله محسوب علينا ابن مدير عام. لا يا ماجد ليش هيك عم تحكي ما طارق؟ شلون بدك يعني احكي معه انت الثاني؟ وين الحفله المطنطنه اللي وعدنا فيها؟ ولا وين المرسيدس اللي وعدنا يفتلنا فيها؟ ولا شو السياره؟ مشان تلهيكم عن دراستكم ما؟ انت ما بتحب السيارات ما هيك طارق؟ انا بحب السيارات. شلون ما بحب السيارات؟ في حدا بالدنيا ما بحب السيارات؟ خاصة إذا كانت مرسيدس. اها هذا الكلام اللي بيعبي الحاسوب. انتوا طولوا بالكم علي شوية، كل شيء وعدتكم فيه رح انفذه بس لحتى رتب اموري شوي مع سيادة المدير العام الوالد الكريم. يا سيدي رتب امورك على مهلك، يعني بس لا تنسانا، ما انا غيرك عمي ابو احمد. هارون الرشيد بتعرفه؟ الدكتور عنا بالكلية. ايه بدرس سنة تانية. ايه والله والله لعيشكم عيشة ما عاش هارون الرشيد بزمانه. عيش يا لينبت الحشيش. صار وقت محاضرتي ولازم امشي. بدكم شيء؟ باي باي. الله معي. ما بتصدق يا استاذ قديش الموظفين فرحانين واولتهم انا بتعيينك مدير عام لشركتنا، خاصة انك دكتور ومخالط. المدير العام السابق الله يوجه له الخير كان. يا ريت تختصر يا استاذ ممدوح. في موضوع محدد بتحب تناقشه معي؟ لا بس كنت جاي اعبر لك عن سعادتي وسعادة كل الموظفين واقول لك باسمي واسم كل الموظفين انه رح نكون عند حسن ظنك ورح نلبي كل طلباتك واوامرك السديدة والرشيدة في سبيل خدمة الوطن. هذا أملي. ما حدا فينا رح يشتغل للتاني يا أستاذ ممدوح. كلنا رح نشتغل للوطن. طبعاً طبعاً. على كل يا دكتور إذا حبيت إنك تاخذ رأيي بأي شيء رح تلاقيني جنبك. أنا وخبرتي تحت أمرك. بتقدر تعتبرني إيدك اليمين، إذنك يلي بتسمع فيها وعينك يلي بتشوف. شكرا. دائما صحتين وهنا. شوفي اختي انت من اليوم ورايح لازم تغيري نظام حياتك كله. انت هلا مرت مدير عام ولازم تعبي مركزك منيح. يعني الجيران اللي ما منهم غير وجع الراس خففي لي علاقتك معهم شوي. ولا اقول لك اقطعيها، لازم تحكي معهم من روس مناخيرك. بعدين حكيك على التليفون لازم يكون في تقل في قبها. هلو هاي باردون باي
لبسك، لبسك لازم يتغير. وبعدين شعرك، شعرك لازم تتغير تسريحته عند أحسن كوافير بالبلد. شعري؟ ليش شبه شعري؟ مو عاجبني شعرك. أنت لازم تغيري تسريحتك. هالتسريحة مو تسريحة مرت مدير عام. قومي، قومي غيري ثيابك لنروح لعند الكوافير. أنا بعرف كوافير، كل نسوان المسؤولين بيساووا شعرهم عنده. تسلم تسلم، الله يبارك فيك. لا ولو، إن شاء الله مبارك لكم بالأفراح. تفضل. إمتى ما حبيتوا تشرفونا أهلا وسهلا. ولو المكتب مكتبكم. على عيني. مع السلامة. مع السلامة. تفضل سيدي. شو هاد؟ البريد سيدي مشان توقعوه. في شيء تاني؟ لا استاذ، عم بستنى لتوقع البريد مشان اخده. ترك لي اياه، بس وقعه وببعث لك خبر تاخده. عفوا استاذ، بجوز تحتاجوا شيء ايضاح او استفسار عن اي قرار، ممكن ساعدكم. شكرا، اذا احتجت لاي استفسار ببعث لك خبر. حاضر استاذ. استاذ طلال. نعم استاذ. بلغ الاستاذ ممدوح والمدراء ورؤساء الاقسام انه في اجتماع عندي بعد ساعه. كلن ما بدي حدا يتأخر أو يغيب. حاضر أستاذ. شو بيفهمني بهالقصص كلها أنا؟ ليكون فيها رش أنبوز كمان. إلى الدائرة القانونية للبيان والإعادة. إلى الدائرة المالية لإرفاق الثبوتيات. أنا جاهزة. تفضلي. شو بدنا نروح؟ سيارتنا. أنا سيارة. سيارة الأوبل. بدك تروحي بسيارة الأوبل؟ وعم بتسوقي كمان؟ إذا الكوافير قريب منروح مشي. انت شو عم بتقولي؟ شلون بده يحترمك ويوجبك الكوافير؟ ايه ما رح يصدق انك مرت مدير عام. لكن شلون بدنا نروح؟ بسيارة المديرية. السيارة مع احمد. اتصلي فيه وخليه يبعث لك اياها فورا. انت من اليوم ورايح لازم تروحي وتيجي بسيارة خاصة تكون تحت تصرفك بدون ما تطلبيها. ما في حدا احسن من حدا. يعني ضرورية سيارة المديرية؟ ايه اختي ضرورية، اتصلي فيه وخليه يبعث لك اياها. الو نعم؟ بدي احكي مع سياده المدير العام. عفوا، مين حضرتك؟ انت مين حضرتك؟ انا سكرتيره المدير العام. وانا مدامه المدير العام. عفوا مدام، انا اسفه، خليكي مع الخط. ايوه استاذ، المدام معك على الخط. طيب شكرا. اهلين اميره. معلوم يا عمي، صار لجنابك سكرتيرة ترد استاذ المدام على الخط. أميرة، ما حلو الحكي على التليفون. ليش في حدا عم يسمعنا؟ اصلا لازم تعطيني تليفونك الخاص مشان احكي معك مباشرة بدون سنترال وسكرتيرات. حاضر، وغيره؟ بدي روح لعند الكوافير اعمل شعري. اي نعيما سلفا. هلا فتحت لك التليفون وعم بقول لك بدي روح اعمل شعري، بتقلي نعيما؟ لك شو بدك ياني اقول لك؟ أميرة مالي فاضيلك هلا، قولي شو بدك وخلصيني. بدي تبعت لي سيارة المديرية، توصلني لعند الكوافير وتستناني لحتى خلص وترجعني على البيت. الأوبل قدام باب الصقاق ومفتاحها معك. لا، هاي السيارة ما عاد يمشي حالها.
بدك ياني بعد ما صرت مدامة مدير عام روح لعند الكوافير بالأوبل وبدون شوفير؟ وشو فيها؟ فيها كتير. شلون النسوان بدهم يعرفوا اني مرت مدير مهم وكبير بدون سيارة المديرية؟ ومو ضروري يعرفوكي خانوم. أحمد سعري بسعر غيري. خلص خلص لا تعيطي خلص. هلا بتكون السيارة عندك تكرم عينك ولو يا أميرة خانو على عيني أنا عم بشتغل على حسابك أصلا. خلص أنا زرك يا طلال. أستاذ طلال. نعم أستاذ. شرف لعندي. حاضر أستاذ. نعم أستاذ. خذ البريد. بلغتهم على الاجتماع؟ بلغتهم أستاذ. خلي الشوفير ياخذ سيارتي وروح على البيت لعند المدام. حاضر أستاذ. بدو ماشي غيره؟ سلامتك. السلام. الدكتور موجود؟ أنا دكتور. الدكتور أحمد. عمي هون مديرية عامة مو مستشفى. بس أنا عم أسألك عن الدكتور أحمد عبد الحق. قصدك المدير العام؟ إيه نعم المدير العام موجود. أمر. أنا أبو صالح. ها تشرفنا. وبدي فوت لعند الدكتور. المدير العام ماله فاضي عنده اجتماع. بطول؟ ما بعرف. طيب ممكن تقول له اني انا هون؟ ما بقدر، عم اقول لك عنده اجتماع. شو ما بتفهم؟ بلا بفهم، ليش عم تعيط؟ يعني عم اسالك ممكن انا انتظره هون لحتى يخلص اجتماعه؟ لا مو ممكن. طيب شلون بقدر اشوفه؟ صعب كثير. انت قل لي بالاول شو الموضوع تبعك وانا بقرر اذا كان في امكانيه خبر المدير العام بموضوعك ولا لا. كتر خيرك. على كل بس يخلص المدير العام اجتماعه قل له انا اجيت ومشيت، واذا بده ياني هو بيعرف وين يلاقيني. تيسر عمي تيسر. الله يخلي لي اياك تيسر. اخي ايدك انا بطلع لحالي. اخي تيسر الله يرضى عليك. لا تنزع. لا تدفش عم اقول لك. لا شو في سيدي؟ هالبني ادم بده يفوت لعندكم غصب عني. قلنا له عندكم اجتماع ما كان يفهم. صباح الخير دكتور. اهلين ابو صالح. تفضل تفضل. تعا دفش اذا بدك دفش. شرف اهلا وسهلا فيك. ايه استاذ طلال مين قال لك انه انا عندي اجتماع؟ عفوا استاذ احمد هي تقاليد متعارف عليها، بعدين حتى ما نزعجكم بالمراجعين. شوف يا استاذ طلال من هلا ورايح انا باب مكتبي مفتوح لاي انسان، واي انسان بيقدر يراجعني باي وقت بحبه. مفهوم؟ مفهوم استاذ. بعدين هذا الشخص اللي فات لعندي واللي كنت حضرتك عم تعيط عليه بعتقد انه بيطلع من جيل والدك، وعيب عليك تقول له يا بني ادم. تعلم تعامل الناس باحترام. حاضر استاذ. وبتمنى هالحادثه ما تتكرر مع اي انسان تاني. اهلا وسهلا بك يا صالح. اهلا وسهلا. انا كثير اسف الحق عليك، كان لازم نبهه انه اول ما تجي تدخل على طول. يا سيدي حصل خير وبعدين انت كمان ما قصرت. اهلا وسهلا تفضل تفضل. الله يزيد فضلك. يا ميت اهلا وسهلا. مبروك المديريه دكتور، وان شاء الله دائما نشوفك باعلى المناصب. تسلم يا رب تسلم. إيه مالك علي يمين يا دكتور تحلفني اياه انه هالكم يوم اللي مرقوا ما شفتك فيهم حسيت كانهم سنين طويله. وانا كمان استفدت لك. الله يخليك دكتور. بس بتعرف يا ابو صالح عم يخطر على بالي انه لازم نضل انا وياك مثل ما كنا طول عمرنا. شو رايك عينك حاجبي الخاص هون؟
يعني بتساوي لي شاي وقهوه وبتنظف هالمكتب وبس. ولو بخدمك بعيوني يا دكتور. بسلامة عيونك، بس انا زعلان منك. لا لا خير ان شاء الله. وينك؟ ذكرتني. تفضل، هي احلى سكره لاحلى دكتور. ابو صالح سكارة ترارم يا ابو ضحكة منورة. اذا سالك مسيو ايمن عند انا كوافير بتساوي شعرك، قولي له كنت اعمل شعري عند مدام جاكلين. ومين هاي مدام جاكلين؟ هاي كوافيرة مشهورة، تركت البلد وسافرت من يومين. بعدين اختي ما بدي وصيكي، لازم البخشيش يكون محرز مشان يحترموكي ويقدروكي. مفهوم اختي؟ مفهوم مفهوم. وين صار المحل؟ يلا وصلنا. تفضل استاذ، هي قائمة بأسماء الأشخاص اللي اتصلوا بسيادتك طالبين مقابلتك. أنا نظمتهم بحيث إنه ما تتضرب المواعيد مع بعض البعض. إذا في شي موعد ما بيناسبك أو بتعارض مع مواعيدك لحتى ألغيها وأجله لوقت تاني. لا يعطيك العافية، خلي المواعيد مثل ما هي. تريد شي تاني استاذ؟ إيه. أمور. يا ريت تطولي تنولتك شوي. حاضر. غلطت ما.